في الحقيقة هذا التمديد ولو أنه صعب بالنسبة للمغاربة فيه صلاح البلاد، لأن على حساب الأرقام اللي كاينة دابا بقى ما كتبشرش بالخير، لأن كاين زيادات في الحالات، ولحد الآن ما وصلناش لواحد النسبة اللي تقدر تخلينا مطمئنين على هذا انتشار الوباء. ولذلك كنشوفوا أنه هذا التمديد هو صالح لنا، وكنتمناو أن نضبطوا هذا الإجراء اللي هو خاتو الدولة، وكنتمناو أنه الأيام الجاية إن شاء الله ينقص العدد ديال الحالات المصابة، وهذا الشهر اللي كانت زاد ما يطولش، انه من هنا الاسبوعين وهذه نقدروا تكون نتائج حسنه اللي تقدر تخلي الدوله تراجع على القرار ديالها، ونخرجوا ان شاء الله كنا نخرجوا في المدن جميعا المدن المغربيه. واللي كنقول سي كو خصنا نكملوا على هذا، بدينا هي راه الناس كلشي وصلوا لواحد المرحله شويه اللي ما حتى واحد ما يقدر يزيد مازال، ولكن لازم علينا اننا نضبطوا ونمشيو باش نخرجوا ان شاء الله بنتيجه تكون مفيده للبلاد ديالنا. نسال الناس انهم يلتزموا بهذا الاجراء، والله يعجل لنا بالفرج ان شاء الله. شكرا خويا. انا هذا الحجر الصحي مزيان اخويا، الدوله راه دير اللازم باش ما يتفشاش هذا المرض خويا. هذا المرض راه خطير كيقولوا ياك خويا، هادشي اللي نقول لكم. الله يصاوب الامور والله يدير شي تاويل ديال الخير. حنا خويا كعمال ديال الصيد البحري مضرين، ماشي ما مضرين، ولكن اخويا الدوله كتقول لك حبس، نحبسوا سيدي كاملين باش الامور تمشي بخير وتمشي على خير اخويا، وحيد هذا المرض والله يرفع علينا الوباء والله يدير شي تاويل ديال الخير. حنايا خدامين هنا في هذا المرسى ديال سيدي الرحال، خدامين واخا الخدمه مابقاش هي هذيك، ولكن الحمد لله حنايا كنتفاعلوا مع الامر مع داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. حنا كنتقبلوا داك الشيء كيما جا، حنا زادونا هذا الشهر هذا، ولكن مرحبا ماشي مشكل، لاقاش حنا عندنا وليداتنا وكنخافوا على العائلات ديالنا، وحنا مع الدوله اللي دارت الدوله مرحبا بها. حنايا زادونا شهر حنا معاهم، زادونا عام حنا معاهم، حنا قابلين هذاك الشيء. والحمد لله حنايا خدامين في هذا القطاع ديال السمك اللي خدامين بواحد الطريقه منظمه، كنخدموا بالحوت فري وداك الشيء، واخا الخدمه ما بقاش كما كانت، ولكن الحمد لله داك الشيء مهم بخير الحمد لله. هادشي غنقولوا حنا خدامين واستفدنا، واخا خدامين خدينا شي بركه الحمد لله، ما بقاش خدمه كما كانت، والحمد لله زادونا شهر مرحبا ماشي مشكل. حنايا معاهم تيحيد هذا المرض، حنا نتعاونوا حنا ولاد البلاد، وحنا مع البلاد ديالنا ومع السلطه ومع الملك، وان شاء الله الحمد لله كل شيء غادي يدوز بخير.